أنا في طول هذه الفترة لا يفتح علي الزنزانة إلا ثواني سلم لي الأكل وبعد ذلك لا أشم الهواء. انفراديا طول 16 سنة الماضية. أنت سمعني؟ علي باب الزنزانة إلا ثواني أسلم فيها الأكل وبعض الأكل يحذفوني من الفتحة في البداية حتى ما يكلمش نفسه إنه يفتح الباب عشان يسلمني الأكل، وبعد ذلك لا أتحرك ولا يعني أستنشق هواء إلا من خلال هذه الإدراك الطريق وأنا جاي وأنا متغمي عينيا لغاية لما بخش نوم. أنا لا أعرف مين من المحامين موجودين لاني مش شايفهم، محامين لا اعرف من هم ولم التقي بهم ولم اقول لهم حتى انا ايه اللي عندي عشان هم يبلغوا هذا الكلام للمحكمه.